بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنجه النداء ديالي لعمده مدينه الدار البيضاء. اولا كانت عطات واحد التفويض ديالها في 14 اكتوبر 2021 باش عطات لجميع الرؤساء المقاطعات باش يديروا التجديد. بين عشيه وضحاها لقيناها بانها تتقول لهم عاوتاني توقفوا على التجديد، وحنا دابا حنا في مشكل. مره تتقول لهم عطيه التجديد، مره تتقول لهم لا وقفوا هذا التجديد، حقا لا راه غادي نشدوا الشوارع وغنشدوا بعض الازقه، هذوك الشوارع اللي فيهم 20 متر عرض. ثانيا حنا تنقولوا لها بان راه كاين احكام صدرت باسم صاحب الجلاله بعدم صلاحيه عقل سياره المواطن بالصابو. ثانيا هذا الصابو هذا اللي تينوض دابا وتيجي الانسان وتيدير ليه الصابو وتيقول لي خلص جوج دراهم و30 درهم ديال الغرامه وكاينه احكام قضائيه خرجات. ثانيا اللي بغيت نقول لكم بان في مراكش العمده المدينه منين خرج الحكم طبقوا باحيد جميع العدادات من مدينه مراكش، كذلك الرباط وكذلك طنجه. اذا حنا بغينا نعرفوا هاد العمده هادي واش ضد الاحكام القضائيه، هادي راه ضد قضاء قرار سيادي، راه رخصه استثنائيه عطاها سيدنا الله ينصرو لهاد الشيء ديال المعاقين والارامل والاسر المعوزه. يعني انت دابا باش تنوضي تجي بين عشي وضحاها وتقول لهم حيدوا بدون حلول بدون اسواق نموذجيه كتعويض، لان اسره عايشين مده 60 عام هما عايشين في هذا المكان هذا، ولكن باش تجي انت دابا وتحيديهم راه ما جاش. ثانيا انت راه ما احترمتيش الاحكام القضائيه. احنا كنا الدستور 71 من فصل الدستور المغربي تيحث بان عدم باش تجي الانسان ودير ليه العقل للسياره ديالو والتعطيل ديال المصالح ديالو راه ماشي معقول هادشي. وثانيا انت كعمده المدينه منتخبه من طرف المواطنين، اذا خصك تحترمي هذه القرارات ديال القضاء. ثانيا الحارس الدور اللي تيقوم به تيساعد السير والجولان، تيدير المراقبه ديالو باش ما تكسرش الطوموبيل ولا تهرس لك ولا شي حاجه، تيقدم لشخص في حاله خطر المساعده، يعني عنده واحد الدور كبير الحارس. ثانيا هذا الصابو هذا العداد تيقول لك اسيدي حنا ماشي شغلنا تهرس لك الطوموبيل ديالك ولا تسرق لك ولا، حنا كارين الشارع العام، والشارع العام راه ما تيتكراش. هذا الانسان اللي تعطاه هذه الرخصه الاستثنائيه في اطار المراقبه، اذا الحارس اشنو تيدير؟ الدور ديالو مهم. انتم كشركه الدور ديالكم لا شيء سوى الابتزاز وتعطيل المصالح ديال المواطنين، وهذا الشيء راه تيتنافى مع الدستور المغربي. ثانيا احترموا على الاقل الاحكام القضائيه اللي صدرت باسم صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وانت دابا ضد القرار سيادي، ثانيا ضد الاحكام القضائيه، انت ضد كل شيء. ما بغينا غير نفهموا اشنو هو الدور ديالك انت دابا كعمده المدينه. ثانيا اللي تنبغي نقول انا ونحت عليه وهو راك ما عطيتوش لهاد الناس اسواق نموذجيه فين غادي يعيشوا هاد الاسر. واش انسان عايش 40 عام عنده ولاد وعنده كل شيء واش يخرج يقول له يلاه يا محسنين، واش يخرجوا هاد المعاقين حتى هما للجوامع والشوارع يبقاو يمدوا يديهم؟ راه ما جاتش. على الاقل يكون واحد الاحترام للدستور. انت دابا ضربتي كل شيء ضرب الحائط، زعما انت يا كل شيء ديري اللي بغيتي، وهاد القضيه ديال الاحتلال ديال الشارع العام ديال المتراج ديال العرض ديال 20 متر، هاد القرار ما داز لا في برنامج ما مصدر في الجريده الرسميه. انت عمديتك راسك واش الدار البيضاء ديالك؟ راه ما فهمناش. راه كاين السيد الوالي ممثل صاحب الجلاله راه غادي يتخذ الاجراءات المناسبه في هذا الشان هذا. راه ما يمكنلكش الرخصه الاستثنائيه راه عاطيها لنا سيدنا باش تنوضي انت بين عشيه وضحاها وتضربي القرار ديال قرار سيادي ضرب الحائط، راه حنا ترفضوه جمله وتفصيله. ثانيا حنا كجمعيه المغربيه الكرامه لامتهان الحراس الارصفه ما بغيناش نبداو نديروا الوقفات ونبداو نغوتوا ويجيو المعاقين ويجيبوا ولادهم ويطيحوا تما. حنا تنقولوا لكم الله يجازيكم بخير، اعطيوا الناس الرخص ديالهم، راه رخصه استثناء اللي راه عطينا لهم سيدنا فين يعيش هذا المعاق وهذه الاسر المعوزه. اما باش تجي انت دابا وتقولي لهم وحيدوا فين غيمشيو؟ واش حنا كاع ما تكافينا مع هادشي اللي عندنا ونزيدوا واحد 7000 تخرج هي للشارع؟ راه مشكله هادي. راه انت زعما راه انت خصك تكون عندك الحكمه الجيده والتسيير الجيد. انت دابا هادشي اللي غدا عليه واش قانوني؟ الا كان قانوني من غدا لا دخلوا. والله العظيم تيحيدوا كاملين، ولكن احنا مع القانون.
مادام هو غير قانوني حكمت المحكمة الإدارية في حكمها الابتدائي والاستئنابي بعدم صلاحية عقص سيارة المواطن بالصابو، راه ما يمكنش تجي تديري واحد الحز على واحد الممتلكات ديال الغير. شكون اللي عطاك هذا الحق؟ لا يجوز. ولا هذا تناشدوا السيد الوالي ممثل صاحب الجلالة على مدينة الدار البيضاء باش يتدخل وينصفنا، وحنا راه عندنا اليقين فيه بأنه عنده النزاهة والصدق وداك الشيء، والله يصوبه صافي. هذا هو اللي غادي نقوله في الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا الموقع ديال مغارب نيوز على هذه الاستضافة للفعاليات والنشطاء ديال العمل الجمعوي في هذا القطاع المهني ديال حراس الأرصفة العمومية، على اعتبار أننا بغينا نوجهوا رسائل إلى الجهات المسؤولة من أجل الحوار، حوار اللي ما بين الجمعيات المدنية وبعض المجالس ديال مقاطعة معاريف ولا مجالس ديال مجلس المدينة. وحنا ملي كنتكلموا على المشكل ديال حراس السيارات، راه كنتكلموا على أن القرارات اللي كتخذ في حقهم راه هي هذه القرارات راه كتأدي إلى تشرد مجموعة ديال العائلات اللي كتعيش من هذه الحراسة ديال السيارات. اللي كنقول هو انه كذلك من بين الرسائل كنوجهوا الى كنا كنوجهوا للمنتخبين عن طريق المجالس ديال مقاطعه معارف او المجالس ديال الجماعه الترابيه، فكنوجهوا كذلك للرسائل ديالنا الى المسؤولين الاوائل اللي في المديريه العامه ديال الجماعات الترابيه. وحنا كنركزوا على هذا، علاش؟ لان ملي كدير شي لقاءات وشي ملتقيات خاصة بالمرافق ديال العمومية وخصوصا في هذا الميدان ديال المرفق ديال الحراسة السيارات، راه ما كيحضروناش. علاش ما كتحضروناش؟ لأن احنا جزء من هذا المشكل هذا، خصنا نحضروا. علاش؟ لأن احنا جمعية منظمة قانونية وعندنا رخصة ديال هذه الجمعية على أساس أننا باش نشتغلوا بشكل مقنن وبشكل منظم، واننا حنا كنحاولوا نديروا دورات تكوينيه لهاد الغارديانا على اساس انهم باش يكونوا في المستوى، وانهم يكونوا واحد النموذج على اساس انهم باش يكون نموذج باش يحتذى به على صعيد الوطني. فاحنا احنا ملي كنتكلموا خص ضروري من الحوار، ماشي غتجي وتحاول تفرض عليا واحد القرار. ما تفرضوش عليا، لان هاد القرار ملي كيتفرض راه كيؤدي لتشرد العائلات واليتامى والارامل والناس اللي هما عندهم امراض اللي هي سرطانيه وعندهم امراض اللي هي معضلات، زعما انهم كيعيشوا واحد الواقع مجري. الى حاولت يتسردوا من هاد العمل ديالو كحارس او انه موظف شي واحد باش يخدم باش يتعاون معاه، فراه كتشرد هاد الناس وكتأدي بهم الى وحنا كنعيشوا في الواقع ديالنا. هذا المرحله كنعيشوا الغلاء وكنعيشوا سميتو في المواد الغذائيه وفي المحروقات وفي جميع سميتو اللي عندها علاقه بالمورد الغذائي ديال الاسره المغربيه. فكيفاش انت كتجي كتفرض علينا قرارات وانت كتعيش الازمه الاقتصاديه وكتعيش البطاله وكتعيش الفقر وكتعيش مجموعه من المعطيات كنعيشوا احنا في الواقع ديالنا؟ واش حليتي هذه المشاكل غتجي باش تحل المشكل ديال الغارديانا؟ بالعكس، ما خصناش نكونوا تحصيل الحاصل، بالعكس اعطينا حلول، اعطي لهاد الناس حلول، والحلول في اطار الحوار. حضر لي الجمعيات المدنيه، حضر لي النقابات اللي هي مشرفه على هذا العمل، اللي هي مشرفه على حراس وكتنظمهم. كتقول بان هاد الناس راه فوضويين وان هاد الناس راه كذا ونصابه وكذا، شكون لا هذا الشيء راه من مواقع ديال الناس اللي عندهم واحد الكراهيه وانهم مدفوعين الاجر، انهم ناس دفعهم واحد الجهات معروفه ديال الصابو ديال شركه المياه وديال لا. علاش؟ انا هاد الناس باغيين باش يسحقوا هاد الغارديان ويلوحوا المزبله ديال النسيان. الا ديالنا هو اننا راه ما غنسمحوش لاي جهه باش تحاول تشرد هاد العائلات وتحاول تلوحهم للشارع وانهم يكونوا عرضه للضياع هما وولادهم
احنا غادي نكون غادي ناخذوا جميع الاشكال الاحتجاجيه. بغيتوا الحوار تبارك، بغيتوا الحركات الاحتجاجيه، راه حنا غادي نكونوا معكم، ولن نتنازل على شبر من حقنا. هذه الرساله اللي غنوصلها لكم كرأس السياره وكفاعل وناشط في النقابه ديال الكارديانا. هذه هي رسالتي اللي كنوجه، وشكرا.